نتذكر هذا اليوم، يوم 27 من أبريل المجيد الذي دخلت فيه اليمن تاريخ بتجسيد الشورى والديمقراطية وأسس الحرية والعدالة الاجتماعية في اليمن. يعني نترحم على الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح الذي رسخ هذا اليوم وجعله يوما تاريخيا يحتفي به جميع اليمنيين، ويتذكره اليوم اليمنيون بحزن ويتذكروا تلك اللحظات التي كانوا يتنافسوا فيها على الصناديق وكانوا يتنافسون فيها على المجالس المحلية والبرلمانية وأيضا حتى الرئاسية، وكانت المرأة اليمنية حاضرة في تلك الفعالية، كانت حاضرة كناخبة وكانت حاضرة كمنتخبة، كانت موجودة أيضا كلجان في مختلف اللجان، موجودة حتى في اللجان الرئيسية. اليوم اليمن، أين اليمن؟ أين اليمن الديمقراطي؟ أين اليمن الذي كان يحيا؟ أين اليمن الشوروي اليوم يتنازعه جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الحوثيين، جماعة من يدعون بالولاية الخلافة لأردوغان ومن يدعون الولاية للخميني؟ هؤلاء هم اليوم من يرون اليوم، هم بالتأكيد أن هؤلاء ليس لمصلحتهم أن تكون هناك ديمقراطية، وهم لا يؤمنون بالديمقراطية. اللي تحدث قبلي وتحدث عن موضوع مهم، وهو أنهم يتنافسون على الساحات بأنهم يخرجون الملايين للساحات، لكن نتحداهم أن يخرجوا هذه، أن يوافقوا أن تكون هذه، أن يكون المقياس هي صناديق الاقتراع. نعم، نحتفل اليوم بيوم 27 من إبريل المجيد، ولكننا اليوم في ظل بلد لا تحكمه الديمقراطية ولا تحكمه صناديق الاقتراع، بل تحكمه التباعة والمدفع والميليشيات المتناثرة هنا وهناك.